أسمائه التي لا تعد ولا تحصى، وصلاة وسلاما على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فحي الله شيخنا ومولانا فضيلة الدكتور فاروق السمرائي، سلام الله عليكم أستاذنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا دكتور، حفظكم الله تعالى وحفظ عافيتكم ودينكم. الله يحييك يا أخي الكريم، الله يحفظكم. أستاذنا الكريم، هذا مجلسنا الثالث بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة الإسراء، ولعلنا توقفنا في اللقاءات الماضية مع قصة الإسراء والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمقارنة بين الإسراء والمعراج وهذه السورة وسورة النجم. فهل لنا باقية في هذه القصة؟ نعم، احنا طبعا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام. وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. طبعا أخي الكريم، احنا في مطلع هذه السورة العظيمة، ونتذكر دائما بداية هذه السورة كيف أنها بدأت بالتنزيه والتعظيم، وكأنها مفتاح لكل قضية تأتي في سورة الإسراء أو في أحداث الإسراء والمعراج. يعني نعم، تنزيه وتعظيم لله فيما أجرى مع رسول عليه الصلاة والسلام، وتنزيه وتعظيم في كل قضية جاءت في سورة الإسراء ابتداء ببني إسرائيل وانتهاء بوصايا الحق سبحانه وتعالى لهذه الأمة حتى نلقى الله. سبحان الله. نعم، فقلنا كما ذكر الحق سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، وتكلمنا عن البركة الأولى، البركة المرتبطة بالناموس الشرعي نعم، المتصلة بالإيمان، لا نعم، تزال طائفة من أمتي، نعم، قال والبركة محفوفة بمن سكن المكان من أهل الإيمان، نعم ومن تعايش مع أسباب الله في رزق هذا المكان سواء كان من المؤمنين أو الكفار. نعم سبحان الله. فإذا يعني نخطو باتجاهين: الخطوة الأولى في السنن الشرعية، نعم أرض بارك الله سبحانه وتعالى في أهلها المؤمنين، ومن نعم قبل بارك الله بأنها يعني كانت أرض الأنبياء نعم ووطئها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أما أخي الكريم لغير المؤمنين، فسبحان الله كل من تعامل بأسباب الله الكونية مع هذه الأرض فقد أخذ من خير الله وإن كان كافرا. من سنن الله الكونية. كونية، نعم. أخذ من خير الله وإن كان كافرا. كافرا، المهم أتبع سببه. الله أكبر، أتبع سببه. نعم. نعم، فنقول من أخذ بالأسباب وهو في هذه الأرض فقد أخذ من بركة الله في هذه الأرض. أي أتبع سببا، أتبع هنا ما المراد بها؟ اللي هي الأسباب الكونية، الأسباب الكونية من يعني جد وجد، ومن زرع حصل. حصد، ده يعني حصل جبتها حصل والله حصل. صدق يعني، هل يعني كأني بها ابتدأ سببا ثم أتبع سببا، فلم يبتدئ أتبع. ويقف نعم أخي الكريم، أخذ بأسباب الله الكونية، واستمر بها. ولهذا أخي الكريم التسابق في الأسباب الكونية ليس له علاقة بالإيمان. فإذا جد الكفار في أسباب الله الكونية سبقوا أهل الإيمان، وقد كان، وقد كان، وأنت شايف الآن. وقد كان. نعم، أنت شايف أخي الآن دول الغرب أخذت في أسباب الله الكونية، الآن نعم فين إحنا وفين هم؟ نعم نعم ولهذا أخي أحمد يعني معادلة بسيطة جدا وتوضح الأمر: تفضل. مؤمن تقي مسلم ورع لا يجيد السباحة، نزل في البحر، وكافر ملحد عاص لله نزل في البحر وهو يجيد السباحة، سيغرق الله المؤمن وينجي الكافر. السنن الكونية تقول ذلك. الكونية هذه أخي لا تحابي أحدا، سبحان الله، الله أكبر. ولهذا أقول من أخذ بسنن الله الشرعية والكونية فأخذ من خير الله
بمجموع رحمته. سبحان الله. ومن أخذ بسنن الله الشرعية دون الكونية فقد أخذ بجانب واحد دون الآخر، سبحان الله. ومن أخذ بالسنة الكونية دون الشرعية، وهذا دعاء إبراهيم عليه السلام، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ماذا قال؟ من آمن منهم منهم ايش قال؟ ده. بالله واليوم. طيب إذا فرحة. أهل الإيمان يأكلوا والكفار وين يروحوا؟ ده ما يصحش. ولهذا أقول المؤمن يأكل برحمة الله وعطاء الله، سبحان الله والكافر يأكل بعدل الله. سبحان الله. ليش أخي بعدل الله؟ لأنه من حق الكافر على الله أن يرزقه، ولهذا قال ومن كفر هل يترك؟ لا، قال من حق الكافر على الله أن يأكل من رزق الله، لأن الله خلق. استدعاه إلى الحياة بدون إرادته، نعم بدون اختياره. نعم فإذا هو من عدل الله. نعم احنا هذه شغلة طويلة يا على شيخ هذه عمرو. نقطة طويلة، وخصوصا لو تكلمنا فيها مع قضية التسيير والتخيير والأسئلة اللي طارئة حول هذا. نعم، بس أنا لخصناها عشان نمضي نمضي. يعني باب قال إيش التي باركنا، الذي باركنا حوله. نعم بعدين قال لنريه من آياتنا. نعم طيب هنا يا شيخ أحمد نفرق بين الوعد وتحقق الوعد، وأنا أريد أعرج على قضية تربوية. نعم لنريه من آياتنا، هذا وعد ولا تحقق وعد؟ لنريه تحقيق للوعد. لا، بعدنا بالوعد. لسه الله مو وعدنا شوفنا الجنة يا رب، بعد ما شفناها. عشان اللام لنريه من آياتنا. تمام. احنا نقول لك المرأة الصالحة جنة الدنيا، هذه بلعناها على أساس أنه يجي يوم القيامة نشوف إن شاء الله الوضع. زي بلعناه بالعراق يا شيخنا. أخي الحمد لله، شكر كنا الطعم يا شيخ أحمد. الله المعين. زين. قال لنريه من آياتنا، لنريه، هذا أخي إيش؟ وعد. يعني سبحان الذي أسرى بعبده الغاية الهدف لنريه، يعني احنا كأنه لحد الآن ما شاف. نعم. لكن لما نجي إلى سورة النجم ماذا قال؟ لقد رأى من آيات ربه. خلص تحققت. نعم. قدموا اسم، عفوا، أداة تحقيق. صح. تحقق ولا لا؟ حاصل خلاص. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله حاشا لله يا أخي. سبحانه وتعالى. فمن هنا يا أخي الناحية التربوية إيش تفيدنا إحنا؟ نقول الله وعد وحقق، والرحلة إيمانية، ولأهل الإيمان قاسم فيما وعد الله في كل قضية أنها لا بد أن تحقق، لأن حققها للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. لا، وبعدين والآكد من ذلك شيخنا إن أذنت لي، لما قال لهم يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده. وعده، سبحان الله، حاشا لله يا أخي. سبحان الخلاق. القضية الأخرى يا دكتور أحمد، جبريل عليه السلام من سكان الأرض من سكان السماء؟ من سكان السماء. سكان السماء، زين. أنا ما عدتش بعرف أجاوب على حضرتك، بتطلع لي إجابات تانية. ومحمد عليه الصلاة والسلام من سكان الأرض أم من السماء؟ المفترض أنه من سكان الأرض. سكان الأرض. لا، هو من سكان الأرض. خلاص، ما هو احتياطا بس. احتياطا بس. لا تخاف دكتور أحمد، ما وقعك في المطاف، لا تخاف. خلاص. أنا آمن إن شاء الله. الله يكرمك يا رب العالمين. فأقول سبحان الله، كيف تحد حركة جبريل في السماء وتطلق حركة النبي صلى الله عليه وسلم في السماء مع أنه من أهل السماء والنبي من أهل الأرض؟ ذلك هو من تكريم الله لمحمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أكرم مخلوق في السماء، أن تطلق له الحرية هو جبريل عليه السلام. صحيح. وأكرم مخلوق في الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فكيف تطلق الحرية في التحرك لرسول الله في الوصول إلى أعلى المراتب في السماوات وهم سكان الأرض، ويحد في جبريل عليه السلام وهو من سكان السماء؟
جميل جدا، انت جبتها ازاي دي؟ والله ربك جابها يا اخي مش عارف. طيب الله يكرمك دكتور والله طارق. بس لو تدور عليه في الكتب ما اظن والله تلقاها، يعني والله يعني طيب ماشي كيف بالمرئي والله يعني. جابها يا اخي، كيف والله جابها. تفضل يا سيدي. هذا والله شوف يا شيخ احمد اقول لك شغله بصراحه، انا تفضل. شايف اللقاء معك الله قاعد يفتح علي بامور والله ما تخطر ببالي، الله يفتح عليك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك يا رب. وهذه مره يا اخي من المرات، وهذه جميله ان نقولها لاخواننا المستمعين. نعم. اخي الكريم يعني احد العلماء مره جلس وتكلم بقضايا ما معهود عليه هذا المستوى، فالطلاب قالوا لي يا شيخنا انت اليوم يعني تكلمت في قضايا كبيره كبيره يعني، النهارده يعني أبدعت. فقال لهم انا نفسي مستغرب من حالي. الله أكبر. فماذا قال؟ قال لعله او لعل احد من طلبة العلم جاء مخلصا يا رب لوجه الله ليتعلم كتاب الله ففتح الله عليه من اجله. يا الله، معناته لسه بندور على الناس اللي قدامك عندك. الله كريم، لازم يكون والله ان شاء الله من اهل الله، انا عارف فيه والحمد لله. احسبه على خير والله. الله يبارك الله فيك، يبارك فيك اخي الكريم، ربنا يرضيك. تفضل يا فندم. بسم الله. طيب نيجي قضيه واحنا ذكرنا طرف منها، الصلاه هي هديه الله للامه. نعم صحيح. زين. طيب هي كيف تكون هديه وهي من اصعب التكاليف؟ نعم. كيف تكون هديه وهي اصعب تكاليف؟ ما هي صاحبة أعظم ثواب. شوف أخي الكريم، الصلاة هي مفتاح الرحمة الإلهية عند لقاء الله. الله. كيف ما كانت صعبة، زين، نعم. كيف ما كانت صعبة، إذن هي تستحق أن تحسب هدية لهذه الأمة، لأنها بها تعيش الأمة خير الدنيا والآخرة. نعم. زين. نعم نعم. يعني مثلا احنا نذكر كيف هي دي، الصلاة هي وسيلة لذكر الله. نعم. وأقم الصلاة لذكري. لذكري. نعم. يعني بالله عليك هي اللي تفتح لك الباب مع الله سبحانه وتعالى، كيف ما تكون هدية؟ سبحان الخلاق. خير ما نتقرب به إلى الله الصلاة، ومفتاحها الله أكبر. سبحان الله. نعم سبحان الله. الصلاة غاية تربوية. نعم. يعني هي بالعكس أخي، الصلاة فيها ضبط لحركة الأمة التربوية. صحيح. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر ولذكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نعم. طيب إذن هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هي أخي صيانة تربوية للمؤمن. نعم. نعم. بعدين أخي الكريم سبحان الله، الصلاة كذلك، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يعني كأن اختيار إبراهيم عليه السلام والمغامرة الرهيبة، المغامرة المخيفة، وانت تعرف الأحداث كيف جرت، قال لي يا ربي أنا هذه المغامرة في رحلتي هذه، أترك ابني وأترك زوجتي بوادي غير ذي زرع، تقطعت عند ذلك الوادي الأسباب. أن ربي كل هالمغامرة من أجل ليقيم الصلاة. الله أكبر سبحان الله. والصلاة تستحق أي مغامرة في حياتنا حتى نقوي صلتنا بالله تبارك وتعالى. سبحان الخدير. نعم. وبعدين أخي الكريم، الصلاة هي أول برنامج للمهاجر. أول برنامج للمهاجر طبعا أخي، وهذه تفيدنا احنا وين احنا قاعدين. كيف؟ لا كيف؟ لا مش عارف. قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذا خطاب مهاجر. طيب طردوا ولا لا طلع ولا لا، هاجر ولا ما هاجر؟ هاجر. هاجر. أول برنامج بعد الهجرة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. حصل حصل. وكأن أخي تسلية المهاجر وتعويض لكل ما ترك بعد الهجرة هي الصلاة بالله تبارك الله وتعالى أكبر. في الصلاة. الله أكبر. بيشبع الفراغ اللي حصل. الله أكبر.
أول برنامج، أول برنامج، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة ومن إلى الليل. آخره. نعم. بعدين الصلاة أخي، أول برنامج للذي مكنه الله في الأرض. نعم. أول برنامج للمكن في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا. الأرض أقام الصلاة، أول قضية أقام الصلاة. الله أكبر. بالله عليك يا دكتور أحمد، بعد هذه تقول لي هدية ولا مش هدية؟ هدية. تمام تمام. أعظم هدية. تمام. القضية الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بالأنبياء. نعم. زين. فكانت فرحته عظيمة. فإذا كان اللقاء بالأنبياء قد أفرح النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف اللقاء فين برب الأنبياء بعد قليل؟ الله أكبر. رايح فين يا مولانا؟ الله أكبر. رايح وين يا أخي؟ والسبحان الله، شيء عجيب والله يا أخي، أمر عجيب. الأنبياء ما اجتمعوا مع رسول الله لا في التاريخ ولا في الزمن ولا في المكان إلا في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في السماوات في مواطن التكريم مش متفرقين برسول الله، كل سماء لها. نعم. هذا دليل على أن الصلاة هي أعظم عامل في حياتنا على جمع الأمة وجمع المؤمنين وجمع الخيرين. الله أكبر. الله أكبر. لأن الأنبياء انظر ما اجتمعوا، هل اجتمعوا مع رسول الله في مكان ما؟ نعم. لا لا ما حصل. ما اجتمعوا أخي. نعم. وسبحان الله، شوف، إذا كان الأنبياء قد اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف أممهم، زين، فكيف لا يجتمع أتباع الأنبياء خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. نعم، قادتهم. نعم. بل وكيف لا يجتمع المسلمون خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأمر أصعب يا أنا والله توقعتها الأولى، بس دائما حضرتك تجيب جديد. سبحان الله. صحيح. إذن الصلاة، إحنا نخرج بعامل تربوي، وهي من أعظم الدعائم لتوحيد الأمة. صحيح. نعم. الصلاة في الأنبياء هي عنوان لقيادة النبي عليه الصلاة والسلام للرسل. قيادته صلى الله عليه وسلم للرسل. للرسل. نعم. وهي ميراث لقيادة الأمة للأمم. نعم. صح. صح. ليش لا؟ صح. النبي صلى الله عليه وسلم في أذنية ميراث. نعم. طيب أنا أسأل سؤال، لما نزل عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، صلى خلف رسول الله؟ لا، مع الأنبياء صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. زين، لأنه كان في السماء الثانية. نعم. لكن لما ينزل في آخر الزمان خلف من يصلي؟ أتباع النبي. خلف رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه المهدي. أتباع على النبي. يعني خلاف الموضوع. أتباع النبي. لكن بالله يا أخي، سؤالي، كيف لنبي أن يصلي خلف تابع؟ نعم. شوف يا أخي، في مسألة جدا مهمة أخي. زين، الأنبياء نزلوا فصلوا خلف رسول، نزل فصلى خلف تابع من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. زين. زين طبعا. فنزول الأنبياء نزول تشريف واحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وتأدية أمانة. نعم. تأدية أمانة. ونزول عيسى عليه السلام لاستكمال الأمانة. استكمالها. استكمالها. راح نيجي كيف استكملها. لا لازم نيجي. زين. لكن صلاة عيسى عليه السلام خلف هذا الرجل أو خلف المهدي، ليس معناه أن المهدي أفضل من عيسى عليه السلام. عليه السلام. لا يمكن لرجل من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون أفضل من
نبي رسول. النبي رسول. ولهذا بعض الناس يقول لك ما دام عيسى صلى خلفه إذن هذا الرجل أو المهدي وأفضل من عيسى عليه السلام، بعض الناس يقول هذا. نقول إذا كان الأمر كذلك فالقياس هذا لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر الصديق، وصلى خلف أحد الصحابة في فترة مرضه، لكن لا يقول أحد أن هؤلاء أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. على كل، إحنا ما لن ندخل بهذا. الأخ الكريم، شوف، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. أنا الدكتور يعني أستغرب، ولهذا طبعا تعرف يعني أنت لك باع طيب في التفسير يا دكتور أحمد، الله يرضى عليك وصدنا تلاميذك شيخنا، كلمة متوفيك ليش إحنا نروح أنه الله توفاه يعني أماته ثم رفعه؟ بالله عليك، كلمة تكريم الله النبي أن يرفع حيا أم يرفع ميتا؟ حيا طبعا، حيا. إذا قضية الموت نشيلها من الموضوع. نعم. إذا متوفيك أخي، الله بعثه نبيا ورسولا. وقد وفاه النبوة والرسالة. فبعدما وفاه لم يكن نبيا ورسولا بعد نزوله، لأن استوفى القضية في حياته فكان تابعا لرسول الله وليس منشئا لنبوة أو رسالة. يعني حين يأتي لن يأتي بصفته التبليغية بقدر ما سيأتي بصفة التتميم، ولهذا سيأتي تابعا لشرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أخي، نعم، ليس فيها خلاف. نعم، فأبدا متوفيك. إذن ربنا وفاك النبوة والرسالة، ولهذا لما نزل لا نبوة ولا رسالة فصلى خلف واحد من أتباع الأمة. واحد لما ذاك الرجل علم أنه عيسى عليه السلام تراجع، ماذا قال؟ قال تقدم فإني قد أمرت أن أصلي خلفك. إذن أمرت، الأمر يأخذ واحد ولا اثنين؟ يعني إيه يأخذ واحد ولا واحد ولا على اثنين؟ الأمر على واحد؟ لا، على الاثنين. على الإمام والمأموم. إذن أنا أمرت وأنا جايب لك أمر أنك أنت تخلف. صحيح صحيح صحيح. فإذا صلى عيسى خلف الرجل وصلى الرجل أمام عيسى كلاهما بأمر الله. الله أكبر، الله أكبر، جميل جميل. ولهذا يا شيخ أحمد، والله أنا هذه اللي حازة بنفسي، أقول كيف للأخوة في البوردات يخرجون إماما من هذا المحراب بدون إيش؟ ذنب. بدون ذنب. تغير الموضوع يا مولانا. لا لا لا، خلينا نعرج عليه والله يا أخي. الله أكبر يا مولانا. لا، ولهذا يعني شوف، الله سبحانه وتعالى، أنا ما أرد القياس بس للذكرى. نعم. لبني إسرائيل قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، وبعدين قال يقتلون نبينا بغير حق. بالله عليك، في قتل الأنبياء بحق وفي قتل بغير حق؟ لا طبعا. طيب كيف يقول بغير حق؟ يعني معناه أنه في قتل الأنبياء بحق. وهذا لا يمكن، يعني يقتلون الأنبياء بغير سبب. ولهذا إخراج إمام من محرابه بغير سبب يرقى إلى أن يخرج، هذا أخي إثم كبير على أخواننا في المساجد. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. يلا مشينا ياها شوية، طلعنا مشينا يا عم المعروف، خلينا ناكل عيش يعني. شوف أخي، بسم الله، حينما عرج الله برسولنا إلى السماء فقد عرج بعبادتنا إلى السماء عليه الصلاة والسلام. نعم زين، بحاول أفهم بس. شوف، نحن أمة معراج بالحدث، وأمة معراج بعقيدة المعراج. نعم زين. طيب متى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم؟ في أي سورة؟ وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم. نعم، في سورة القلم. سورة القلم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه على خلق عظيم وأن الأمة في علو، شوف، على
على ايش معناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ركب الخلق، ما قال في خلق، نعم. ليس في المحيط وانما ركب. والامه المؤمنه علت، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الآن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فكأن المعراج اعطى الامه الاحساس بالشموخ. هسه احنا اليوم شو نقول؟ دائما نقول والله يا اخي الكريم احنا النبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء، والله نفتخر يا اخي. الحمد لله. نعم. فاحنا يا اخي الكريم امه معراج بالحدث والعقيده. نعم. المساله الاخرى يا دكتور احمد، تفضل استاذ. واحد يسال يعني قضيه البراق، يعني وش معنى الركوب؟ يعني ما هو أخي كلها خارقة خارقة بالمرة. نعم. بالمرة، يعني ليش براق ولما كذا ولما كذا؟ وسبحان الله، وهذا البراق ما بالنبي إلا وركب البراق، هذا بالذات فهو ركوب الأنبياء. ولما ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق فزع، فجبريل قال اثبت، فوالله ما ركبك أحد من الأنبياء خير من النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب والله مرات أسأل يا دكتور، يعني البراق كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال هو فوق الحمار ودون البغل، طيب هاي المعلومة شو تفيدنا احنا؟ والله أنا مرات أفكر شو، طيب شو تفيدنا المعلومة احنا؟ يعني كأنك لما يوصف فوق الحمار ودون البغل كأن تصورك للبراق كان ينكمش شوي. ينكمش صحيح. البراق ركوب النبي عليه، ركوب الأنبياء، بعدين يقول لك فوق الحمار ودون البغل. ايوه. إيه لو كان حصان دكتور أحمد؟ كلنا قفلنا يعني. يعني لو كان حصان، ها بس أخي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي للركوب صفة إكرام لرسول عليه الصلاة والسلام ويحول عنه صفة الشك. لو كان حصان لقالوا لك ممكن تكون السرعة مع الحصان معقولة، لكن لما ما يكون حصان إذن لا قيمة لسرعة الركوب في الرحلة. يعني أتى بدابة سرعتها أدنى من السرعة القصوى الموجودة وقتها. مو هي يا أخي لو قال لك، كان قال لك يمكن البعض يقول لك والله الإحصان سريع. فيروح ويجي. نعم. لا ما ري سرعة إحنا، لأن السرعة قد حسمها صاحب السرعة. سبحان القدير. سبحانه وتعالى. سبحان الله. أنا وأبحث في هذه الصفات وجدت صفة في الحمار، ويقال عنه أن الحمار يعني معروف بالصبر بين الحيوانات. نعم. والبغل معروف بكثرة التحمل، يعني يمكن يتحمل أضعاف ما يتحمل الحمار في الحمل. نعم نعم نعم. زين. طبعا هذا اجتهاد أخي، هذا اجتهاد، يعني لا نبني عليه قضية قطعية، بس والله تصورات التجربة. نعم. لا قائم على التجربة، لا اجتهاد قائم على التجربة فعلا. نعم. فأخي الكريم لما واحد يصاحب أحد في السفر، أجمل صفتين فيه أنه يكون صبور وتحمل. طبعا. ولو سافر معك واحد بهالصفتين والله تقول الحمد لله الله أكرمني بواحد عنده صحيح. صبر وعنده تحمل. صحيح صحيح صحيح. فسبحان الله كأن الركوب جمع بين صبر الحمار وتحمل البغل. يضحك شيء. الله يفتح عليك. فإن هي الرحلة كلها تكريم. الرحلة كلها حاجة حلوة. الله أكبر. والله كلها حاجة حلوة أخي. زين. قضية أخرى يا دكتور، لما نجي إلى الموضوع أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربط البراق عند حلقة في باب المسجد. نعم. والله الكريم أحيانا يعني توقفني شغلات. طيب يا أخي هذا براق أخي مرسل من عند الله، وهذا براق يقوده جبريل. يعني هو راح يهرب
مش راح يفك يعني. راح يهرب؟ وين يهرب أخي؟ لا لا لكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خبر بأنه بالبراق أو على البراق سيعرج به إلى السماء، أو سينقله إلى موطن المعراج. نعم. زين، فمن حرصه على لقاء الله يربط حتى مع علمه بتحقق الأمر، فكان من أحرص الناس على الأخذ بالأسباب وإن كان متحققا. الله أكبر. حلو ده، كلام جميل جدا. حريص، حريص يا أخي. عليه الصلاة والسلام. هذا البراق راح وين يقولني؟ يقولني لا، رحلة ربانية يا والله، رب خلي بدي امسك فيه، ما بدي افكه. يا رب يا رب يا رب. زين، ايش معناها التربوي إن يا دكتور احمد؟ سبحان الله، تفضل. ما من قضية توصلنا إلى الله تبارك وتعالى إلا ونحرص عليها. الزوجة الصالحة جسر إلى مرضات الله، نعم. نحرص عليها ولا لا؟ الابن الصالح، ها دكتور انت خايف تحكي، لا نحرص عليها، هاي من صالح صالحك فيها. طيب ماشي، الولد الصالح نحرص عليه. نحرص عليه. هاي زين، بقوة نقولها. الصاحب الصالح نحرص عليه يا اخي. فاخي يعني ما من قضية تربطنا برب العالمين، برب العالمين، وقضية إيمانية إلا ونحرص عليها في الحياة. كل جسر يوصلك إلى الله احرص عليه وأصلحه، سبحان الله. وإلا بالله عليك يعني قاعد يربطها هذا أخي مبرمج من رب العالمين وجاي من رب سبحان العالمين، الله. صح إيش تربط؟ صح تفضل. أظن يا دكتور أحمد استوفينا الوقت. انا والله مش حاسس ان احنا قاعدين 5 دقايق لا اصلا. لا لا، استوفينا الوقت إن شاء الله، ربنا وإن شاء يرزقك. الله المرة القادمة، والله لأن المعراج والإسراء أحداث طويلة يا أخي، وأحداث والله كثيرة. والله مستمتعين يا شيخنا والله، يعني سبحان الله أخي الكريم. ربنا يبارك فيك ويحفظك. وأنا لما كنت أطلع على الأحداث وتلاطم هذه الأحداث، كل حدث له موقف، نعم فتقبل يا دكتور أحمد قلت يمكن ولا 10 لقاءات تكفي، صحيح. لكن حتى نتشوق للدخول إلى سورة الإسراء في إن اللقاء شاء الله. القادم. بارك الله فيك، وبارك رضي الله الله. عنك يا شيخنا، وشكر الله تعالى لك، وشكر الله عز وجل للمتابعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دوام الانتفاع من فضيلتكم، الله يبارك وزاد فيك يا الله أخي، إلهامكم بكل خير يا رب. بارك الله الله يحفظكم. فيك.